محمد شايف ماشي ما في 300 متر حتى انا حاطط 400 ما في 300 متر نعم هي وخزان تفضل طيب احكي لنا كلمة توجه لنا كلمة حاليا من الموقع الموجودين فيه صحيح وجهنا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين احنا موجودين في جبهة خال العسل مع أخواننا المجاهدين المقاتلين اللي مرابطين على تحرير مدرسة الشرطة اللي موجود فيها عصابات الأسد الإجرامية وإن شاء الله أخواننا رباطهم كان كتير جيد ومحاصرين المدرسة بشكل كتير ممتاز وإن شاء الله بس يعني إن شاء الله فترة قصيرة خلال بس لحتى نتمكن من توفير الزخيرة وبعض الأسلحة للأخوة المرابطين إن شاء الله راح تكون هي هدف أساسي وإن شاء الله راح تكون تحت سيطرة هؤلاء الأبطال. طيب سيادة النقيب أنت موجود هون ومشرف على العملية وإيش بتحب تعرفنا عن نفسك أكثر وبعدين تحدثنا عن أهمية هالجبهة هون. النقيب هما أنا بشكل أساسي بشتغل في مجال الإشارة والاتصالات وعامل على الجبهة كمان كميداني. الجبهة مشاركة فيها عدة ألوية وكتائب وقوى من المنطقة وغير المنطقة تكافل كتير منيح العمل جماعي كتير له ميزة حلوة إمتى إن شاء الله من حسن نقول نخلص مدرسة الشرطة هون والله الهمة موجودة والعزيمة كبيرة بس توفر الذخيرة والسلاح الموضوع تعلق فينا احنا بالمجلس العسكري السلاح يعني والله ان شاء الله نحن حسقيلة تخزين السلاح يعني اذا بدك صراحة نيتنا قوية وهمتنا كثير قوية عالية ولكن الحمد لله وان شاء الله كويس بالاساس احنا طلعنا ومعتمدين على رب العالمين معتمدين على الله معتمدين على الله معتمدين على الله وعلى هالابطال هذول اللي موجودين طبعا انا ما ذكرت ألوية وكتائب لانه كلها موجودين من المنطقة وحتى من اخواننا من ريف الدب كلياتهم مشاركين بهالعملية واحنا يعني بالاساس بنعرف احنا ذخيرتنا قليلة بس نعم. عزيمة الشباب وهمة الشباب هي الاساس بهالموضوع نعم. واعتمادنا على رب العالمين نعم. وثقتنا انه الله بده ينصرنا سبحانه وتعالى هي اللي مخليتنا نهاجمهم باسلحة خفيفة نعم. رغم وجود السلاح والعتاد الثقيل بين ايديهم شو خطورة المكان اللي نحن موجودين فيه حاليا؟ الخطورة لا نقول خطورة الحمد لله انه العدو نحن ما بقى علينا خطورة باي مكان ولكن نحن الزمن البسيط حتى تأمننا ان شاء الله من نستقصه نهائيا وانا بريد هو يعني عبيكي على الموقع اللي هلق احنا فيه موقع؟ هلق احنا عرضة مكشوف نحن بموقعنا الحالي نحن قريبين جدا من الرصاص حتى البندقية بامكانه يسرع احنا على مر مكافة الاسلحة الامتدادات مقطوعة عنه بكامل؟ هن؟ لا تقريبا له ممر واحد وان شاء الله قريبا سيسقط ان شاء الله ان شاء الله تعالى